الدرس في مجموعة من المفاهيم ولن مجموعات منتهية، كذلك المبدأ الأساسي للتعداد أو مبدأ الرعاة، كذلك غادي نعرفوا ما معنى أو بعض الحالات ديال التعداد أو ما معنى التعداد. التعداد هو مثلا هو تحديد عدد الحالات الممكنة التي يتم نحوها تجربة معينة، يعني عندنا واحد تجربة معينة بغينا نعرفوا التعداد ديال عدد هذه الحالات أو كم من حالة ممكنة. كذلك هناك غادي نعرفوا ما معنى الترتيبات، كاين هناك الترتيبات بتكرار، هناك الترتيبات بدون تكرار، كذلك التأليفات. ثم بعض الخاصيات مثلا بحال خاصية صيغة باسكال وصيغة الحدانية. إذن على بركة الله غادي نبداو بأولا كبيرة، المجموعات المنتهية. ما معنى مجموعة منتهية؟ نديرو تعريف. أولا تعريف مجموعة منتهية، مجموعة نقول إن مجموعة E مجموعة منتهية إذا كانت E تحتوي أو تشمل عدد منتهي من العناصر، عدد منتهي من العناصر، عدد عناصر هذه المجموعة أو عدد عناصر المجموعة E، عدد عناصر E يسمى رئيسي E، رئيسي المجموعة E، نرمز له ب كاردينال دو E. كاردينال، كاردينال دو E، شنو تمثل كاردينال دو E؟ هو عدد عناصر مجموعة E. أمثلة لبعض المجموعات المنتهية، مثلا المجموعة الفارغة كما تعلمون أن لا تحتوي على أي عنصر، إذن عدد عناصرها هو صفر، ونقول إن كاردينال لونسومبل فيد يساوي صفر. إذن لونسومبل فيد أو المجموعة الفارغة هي مجموعة منتهية ورئيسها صفر. كذلك الأحاديات، كل أحادية أو الأحادية مكونة من عنصر واحد فقط، إذن هي مجموعة منتهية وعدد عناصرها واحد. كذلك مجموعة أو الثنائية أو مجموعة مكونة من عنصرين هي مجموعة منتهية وعدد عناصرها اثنان. مجموعة مكونة من ثلاثة العناصر، كذلك مجموعة حنا تنقولها مجموعة مكونة من ثلاثة العناصر، يعني مجموعة منتهية وعدد عناصرها ثلاثة أو كاردينال ديال هذه المجموعة ثلاثة أو رئيسها ثلاثة. إذن هادو، إذن فهمتوا الآن ما معنى مجموعة منتهية أو وكذلك الكاردينال أو رئيسي مجموعة منتهية. المجموعة الغير منتهية مثلا N زاد كيو R، إذن هذا الشيء ما تيدخلش في إطار هذا الدرس، إذن حنا اللي تهمنا هي أننا نعرفوا مفهوم المجموعات المنتهية أو ما معنى مجموعة منتهية. خاصيات حول هذا المفهوم ديال المجموعات أو هذا الفقرة ديال المجموعات المنتهية، نديرو خاصيات، خاصيات أساسية يعني تنستعملوها في درس التعداد، لتكون الخاصية الأولى لتكون A و B مجموعتين منتهيتين،
إذن أ دمنا بي تستلزم أن كاردينال أ أصغر من أو يساوي كاردينال بي. هذه الخاصية يمكننا نديرو خاصية مماثلها، أن إذا كان أ دمنا بي و بي مجموعة منتهية ضروري أ تكون مجموعة منتهية. هذه ملاحظة مهمة، أ مجموعة منتهية و كاردينال أ صغر من كاردينال بي، يعني عدد عناصر مجموعة أ يكون صغر من عدد عناصر مجموعة بي. الخاصية الثانية هي أ تستلزم أ و بي مجموعتين منتهيتين ومنفصلتين، يعني تقاطع أ و بي هي مجموعة فارغة، تستلزم أن الكاردينال أ اتحاد بي هي كاردينال دو أ زائد كاردينال دو بي. كاردينال أ اتحاد بي هي كاردينال أ زائد كاردينال دو بي. كاردينال أ اتحاد بي يساوي كاردينال أ زائد كاردينال دو بي ناقص كاردينال ديال أ تقاطع بي، يعني عدد عناصر الاتحاد المجموعتين أ و بي. عندنا أ مجموعة منتهية و بي مجموعة منتهية، حتى اتحاد بي كذلك مجموعة منتهية، وعدد عناصرها أو رئيسها هو عدد عناصر أ يعني كاردينال أ زائد كاردينال بي ناقص كاردينال ديال أ تقاطع بي. باش نوضحوا هذه الخاصية يعني بشكل واضح أو بشكل جيد، غادي هذه مثلا المجموعة أ وهذه المجموعة بي، شتي تتعرفوا درنا في الدرس ديال المجموعات. إذا كاردينال أ زائد كاردينال بي، تلاحظوا بأن أ تقاطع بهذه المجموعة وهذا الجزء، حسبناه منين حسبنا عددنا عدد عناصر المجموعة أ وعدد عناصر المجموعة بي. إذا بما أن حسبناه مرتين درنا ناقص كاردينال ديال أ تقاطع بي، باش عطاتنا هاد العلاقة ما بين أو كيفاش نحسبوا الكاردينال ديال أ اتحاد بي. كذلك الكاردينال ديال أ بار، أ بار هي المتممة أ في أو، هي الكاردينال ديال أو ناقص كاردينال أ. شنو هو أو؟ هي واحد المجموعة التي تحتوي على الجزء أ. إذا كان هذا الجزء أ، إذا هذا هو أ بار. إذا كاردينال أ بار هو كاردينال أو ناقص كاردينال أ. أ ضمن أو. نعم. كذلك أ كروا بي. جداء ديكارتي لي أ و بي. نديرو التذكير ديال هي مجموعة العناصر إكس إيكغراك، بحيث إكس ينتمي إلى أ و إيكغراك ينتمي إلى بي. أن أ مجموعة منتهية و بي مجموعة منتهية، إذا حتى أ كروا بي أو جداء ديكارتي لأ و بي تعطينا مجموعة منتهية. أ كروا بي لدينا أكروا بي مجموعة منتهية، والرئيسي أو كاردينال ديال أكروا بي هو كاردينال دو أ مضروب أو جداء كاردينال دو بي. يعني لك الكاردينال دو أ هو N وكاردينال دو بي هو M، فإن أكروا بي مجموعة منتهية ورئيسها او الكاردينال اكروا بي هو ان في ام. ان في ام مثلا هنا كاين ثلاثه ديال ا رئيسها ثلاثه وبي رئيسها اربعه، فان ا كروا بي الرئيس ديالها هو ثلاثه في اربعه، يعني فيها 12 ديال الازواج. اذا الا حسبنا ا كروا بي بالتفصيل غادي نلقاو هو الكاردينال ا في كاردينال بي ديال عدد العناصر ديال هاد المجموعه ا كروا بي او ا صليب بي. الان
إذن هادو هما المجموعة أو الفقرة الأولى ديال الدرس ديال التعداد. غنديرو ثانيا كبيرة وهي المبدأ الأساسي للتعداد، كذلك تنسميوه مبدأ الرعاة أو مبدأ الجداء. إذن أول حاجة غنبداو بهاد الفقرة، الفقرة أولا المبدأ، المبدأ نديرو واحد مثال، مثال نوزع ثلاث كرات على ا و ب و س في او على ثلاث خانات، واحد وجوج او خانات س ا و س دو و س ترو. اذن هنا هناك عدة طرق لتوزيع هذه الكرات في هذه الخانات. مثلا لنفرض ان كل خانة تحتوي على كرة واحدة فقط، إذن كم عدد إمكانيات هذا التوزيع؟ عدد إمكانيات هذا التوزيع تلاحظوا بأن قصنا نشوفوا التوزيع ديال الكرة A داخل الخانات C1 و C2 و C3، كذلك بالنسبة لB وبالنسبة لC. إذن شحال ديال الإمكانيات ديال A؟ إمكانيات أن لدينا ثلاث إمكانيات لتوزيع A، أو يعني لتوزيع A داخل الخانات. بما أن كل خانة تحتوي على كرة واحدة فقط، إذن و جوج إمكانيات لتوزيع B، يعني B تيبقاو لها جوج ديال الإمكانيات، و إمكانية واحدة لتوزيع C. إذن عدد الإمكانيات هذا التوزيع هو، نعم، بما أن الكرة الأولى عندها ثلاثة، الكرة B عندها جوج ديال الإمكانيات، والكرة C عندها إمكانية واحدة، إذا عندنا ستة ديال الإمكانيات لتوزيع الكرة A و B و C على الخانات C1 و C2 و C2، بشرط أن كل خانة تحتوي على كرة واحدة فقط. مثال آخر، نوزع ثلاث كرات على ثلاث كرات A و B و C، تقريبا ناخذ نفس الكرات A و B و C على أربع خانات C1 و C2 و C3 و C4. لنفرض أن كل خانة يمكن أن تحتوي على كل كرات، كم من توزيع ممكنة أو كم من عدد إمكانيات هذا التوزيع؟ إذن تلاحظوا أن الكرة الـ A، إذن باش ندير هذا التوزيع خصنا ندير التوزيع ديال الكرة A، التوزيع ديال B والC. ولكن هنا عندنا هاد الحالة هذه، لاحظوا شنو غيوقع بالنسبة لهذا المثال هذا. الكرة A توزيع الكرة A لها أربع إمكانيات، يعني يمكننا
كلها تكون في السي 1 او السي 2 او السي 3 او السي 4. توزيع الكره بي لها كذلك اربع امكانيات. لماذا؟ لان احنا واحد الشرط ان ممكن كل خانه انها يمكن لها تحتوي على جميع الكرات او بي وسي. كذلك توزيع الكره بي عفوا الكره سي لها اربع امكانيات بنفس الطريقه. إذن عدد امكانيات هذا التوزيع هو 4 في 4 في 4 تساوي 4 اس 3 اذا هنا تلاحظوا من خلال المثال الاول والمثال الثاني ان كل او وضعيه تعداديه تطلب او تطلب اختيارات وكل اختيار له امكانيات. مثلا هنا كاين الاختيار ديال ا وبي والسي اذا عندنا ثلاثه ديال الاختيارات وكل اختيار له امكانيات. بحال دابا مثلا ا لها اربعه امكانيات، اختيار بي عنده اربعه الامكانيات، اختيار سي عنده كذلك اربعه الامكانيات. كذلك نفس الشيء بالنسبه للمثال الاول او يعني اللي كما درنا في السابق. الان يمكننا نديروا عده امثله بحال هذا الشيء، فقط هنا يمكننا نديروا الصياغه العامه ديال المبدا الاساسي للتعداد. اذا بصفه عامه ناخذ واحد الوضعيه تعداديه لتكون وضعيه تعداديه نفترض او نفترض ان هذه الوضعيه تتطلب او لها تتطلب بي من الاختيارات نسميهم الاختيارات مثلا الاول الاختيار الثاني حتى الاختيار بي و الاختيار الاول له ان واحد من الامكانيات الاختيار الاول والاختيار الثاني له ان دو من الامكانيات الى اخره. والاختيار مثلا كلهم عندهم كل واحد عنده عدد من الامكانيات والاختيار الاخير له ان بي من الامكانيات. إذن اذا كان هذه الاختيارات كلهم الاول والثاني والثالث حتى البي او الاختيار الاخير بي عندهم ان ا وان دو ان بي على التوالي من الامكانيات، فان او اذا عدد امكانيات هذه الوضعية التعدادية هو ان تساوي ان ا في ان دو في ان بي. اذا هذا هو ما يسمى بالمبدا الاساسي للتعداد او مبدا الرعاة، وكما تقدر تسميه مبدا الجداء.